الأهداف حضرت في الدمام، سلبية في بريده، سلبية في الأحساء، شاف يحطها، يعدي، وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للاتحاد، ضرب الجزاء للاتحاد، والبطاقة الصفراء حاضرة، البطاقة الصفراء حاضرة على عبد الله العويشير، على عبد الله العويشير، راح نشوف العادة ونشوف عباس إبراهيم، وبالتالي ضرب الجزاء حصلها شاف الدوسري. الجماهير سعيدة جدا في احتساب حكم اللقاء، ضرب الجزاء للاتحاد. شوف العادة، شوف شوف، اوه راح نشوف، راح نشوف، راح نشوف، شوف 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 العادة، ما هي واضحة من الزاوية، عط من زاوية ثانية مخرج، حصلها العويشير وإعاقة للشافي، لكن كل هالحالات التحكيمية مع خبير التحليل التحكيمي الأستاذ عبد الرحمن الزايد عبر برنامج صافرة هناك في القناة الرياضية السعودية. عموما سلامات لشافي، ضربة جزاء ممكن تغير مجرى المباراة بشكل كبير، راح تشعل المباراة، ممكن ممكن من الاتحاد والفتح، إذا سجل الاتحاد راح تتغير، راح تتغير سيناريو المباراة، راح يتغير سيناريو المباراة، ممكن نشوف مباراة غير اللي شفناه في 26 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام وحبينا في كل مكان، الفتح والاتحاد إلى الآن سلبية، لكن ضربة جزاء احتسبت لشافي الدوسري. محمد نور هو اللي راح يتقدم، محمد نور وعبد الله العويشير يسجل ولا يتصدى، يتقدم نور يسجل، جول أول اتحادي، جول أول اتحادي، محمد نور، نور يسجل أول أهداف الاتحاد، أول أهداف الاتحاد في هذه المباراة، سجل محمد نور أول أهداف الاتحاد. الفرحة الاتحادية حاضرة في المدرجات، والنمر الاتحادي حاضر، نور يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. الآن خذ مباراة، خذ مباراة من الاتحاد والفتح. محمد نور على يسار عبد الله العويشير، شوف حطها وسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة، شوف محمد نور، وعلى يسار حارس المرمى عبد الله العويشير،